بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم حنتكلم عن موضوع جديد كثير مهم، أتمنى من الجميع متابعته للأخير لأنه ممكن يغير مفاهيم عندك أو يصحح مع بعض المفاهيم اللي أنت ممكن تستخدمها بطريقة مستمرة أثناء عملية التصميم وحتى برضو التنفيذ. الموضوع حيكون تحت مسمى البار كت أوف. احنا طبعا بنعرف أنه في تصميمنا لأي عنصر إنشائي عادة ما بنحتاج حديد التسليح ليستمر من بداية العنصر لآخر العنصر، بنركز الحديد غالبا في أماكن اللي بيكون احنا فعلا محتاجين فيها الحديد. الأماكن اللي مش محتاجين فيها الحديد بنعمل كت أوف، قطع في البارز. خلال الشرح حنتناول مصطلح ما يسمى بالكريتيكال سكشن. الكريتيكال سكشن حنقصد فيه واحد من الآتي، هو السكشن اللي بيحصل فيه الماكسيموم ستريس سواء نيجاتيف او بوزيتيف، القطاع اللي بيتم عمل تيرمينيشن فيه للبار، قطع البار، هذا برضو بنسميه كريتيكال سكشن اور بند. ات ذا فيس اوف ذا سبورت، وجه السبورت عمود مثلا، وجه العمود حيكون كريتيكال سكشن بالنسبه لنا. وبرضو الانفليكشن بوينت اللي هي النقطه اللي بينقلب فيها العزم، هاي نقطه كريتيكال برضو احنا محتاجينها اثناء عملية دراسة الباركت أوف. أحيانا لعدم استيفاء شروط الباركت أوف ممكن نضطر لتقليل المومنت كاباسيتي لهذا الممبر. يعني أنا لو عندي قطاع مثلا له كاباسيتي معينة، لو أنا مش قادر أني أعمل ديفلوبمنت لهذا القطاع أو أوفي الديفلوبمنت لينكس للبارز داخل هذا القطاع، أنا ما بقدر أني أعتمد على الفول كاباسيتي لهذا القطاع. تمام. هسا بالنسبة للباركت أوف غالبا يستخدم لاعتبارات اقتصادية for economy. Some of bars can be terminated or cut off where they are no longer needed. في المناطق اللي احنا مش محتاجينها فيها البارز احنا حنعمل cut off لهذه البارز. لكن هون بيعطيك recommendation الأوثر انه يخلي الباركت أوف اقل ما يمكن، لانه انا ما بقدر اقطع الحديد في كل مكان لانه حيكون صعب برضه في التنفيذ، واحيانا ما بوفر لي في التكلفه، بيصير الموضوع سلبي. We have to find theoretical cut-off points. Then these points must be modified for shear development and constructional requirements. احنا في البدايه لما بدنا ندرس الكت-off حنوجد مجموعه من النقاط اللي حنقطع عندها، هاي احنا بنسميها theoretical cut-off. بعد هيك حدرس الشروط للقطع عند هذه النقاط وحشوف من بعدها الـ actual cut off points. احيانا انا بعمل cut off لكن ما بستوفي الشروط، فبضطر اني الغي الـ cut off concept او الـ cut off points عند تلك النقطة. At any section area of steel shall not be less than minimum steel ratio. وهذا طبعا شيء مهم جدا. انت مثلا ما بتقدر تقص الحديد في مكان معين بحيث انه الحديد المتبقي حيقل عن المينيمم رينفورسمنت في السكشن، هذا اشي مش مقبول ابدا. هسه احنا ايش اللي حنعمله خلال حساباتنا؟ حنشوف انه اي بار احنا بنقطعه حنمده مسافة ما بعد الثيوريتيكال كت اوف بوينت لا تقل على دي الافكتيف ديبث او 12 الدايمتر بار past the theoretical cut-off points for flexure. This accounts for the shift due to shear plus arising from unexpected loads. احنا لما نيجي نحدد theoretical cut-off point ما بقدر انا اقطع البار عندها، لازم امده مسافة معينة لانه هاي النقطة اللي انا قطعت عندها ممكن يكون في عندك unexpected load cases of loading، خاصة لما يكون في عندي ظروف تحميل غير متساوية unbalanced loading. احيانا بيكون في عندي shifting انا للشير diagram، فبالتالي النقطة اللي أنا حقطع عندها تسمى theoretical، ما بقدر أقطع عندها، فبالتالي إحنا بنعرف إنه دائما بنمد البار مسافة لا تقل عن الدب الإفكتيف ديبث أو الـ 12 diameter. وبرضه أحيانا بيحصل عندي shifting في الـ points of inflection، يعني إحنا بنفرض مثلا على ثلث البحر أو ربع البحر، لكن هاي النقطة تحت ظروف التحميل ممكن تتغير. طيب هاي الصور حنفهمها ان شاء الله بعد المثال اللي انا حطرحه، هو مثال براكتيكال ممتاز جدا، حوضح فيه جميع المفاهيم اللي انت محتاجها، لكن وحتى هاي الرسومات حتتوضح اكثر، وهاي طبعا احنا بنشوفها باستمرار في الاكواد.
يعني مثلا هو بيحكي لك انت هذا طبعا مخطط العزم، هاي المقلوب، هذا مقلوب طبعا، هذا عبارة عن النيجاتيف وهذا عبارة عن البوزيتيف. لو انا قررت اني اقص البار عند النقطة اكس، طبعا احنا بنعرف انه بنصمم احنا عند النقطة سي اللي هو ات فيس اوف سبورت اللي هو على اقصى عزم، فهذا مثلا اعطاني مجموعة من البارز مثلا 6 اسياخ وليكن. لو انا قررت اقطع مثلا بعد النقطة اكس، فعليا انا مش محتاج الفول بارز هاي، بدي اقطع عند النقطة اكس. اللي بحكي لك يا انه بعد الثيوريتيكال سكشن انت لازم تزيد مسافة دي او 12 ديمتر بار اللي احنا كنا تكلمنا عنها من شوي، بس برضو ما بعد الاضافة هاي الطول من وجه السبورت حتى الاكتوال كت اوف بوينت يجب ان لا يقل عن الديفلوبمنت لينكث، وهي طبعا مهمة جدا. وبرضو البارز اللي حتستمر الى النهايه من برضه الثيوريتيكال كات اوف بوينت يجب ان لا تقل عن ال دي. هاي المصطلحات كلها احنا حنوضحها في مثال بطريقه واضحه افضل من هيك. وبرضه هاي الانفليكشن بوينت برضه يجب ان لا تقل يقل امتداد البار بعد الانفليكشن بوينت دي او 12 ديمتر بار او ال ان على 16، وبرضه على ان لا تقل المسافه من اول نقطه احنا قطعنا عندها الى نهايه البار في مرحلة القطع الثانية عن ال LD. وبرضو في عنا مجموعة من الاشتراطات برضو على ال bottom bars. يعني مثلا لو أنا عندي هون عند النقطة C هي الماكسيموم بوزيتيف مومنت، وأنا قررت إني أقطع عند النقطة X، برضو بعد القطع عند النقطة X يجب إني أنا أمد البار مسافة لا تقل عن دي أو 12 ديامتر للبار، بحيث برضو إنه المسافة من الماكسيموم مومنت الى الاكستنشن للبار يجب ان لا يقل عن ال دي. يعني احيانا انا بضطر اضيف ارجع كمان طول البار عن الثيوريتيكال كات اوف بوينت لحتى احقق الديفلوبمنت لينكث. وبرضه في عندي انا شرط على الانفليكشن بوينت برضه حنتكلم عنه خلال شرحنا. هون انتبه لنقطه، معظم المهندسين بيتكلموا على انه البار يجب ان يدخل السبورت مثلا 15 سنتي. انتبه لو كان الحديد اللي عندك عند القطاع سي، مش احنا عندنا هون الحديد التوب هو المطلوب، احيانا بيكون في عندي انا دبل رينفورسمنت او كومبريشن رينفورسمنت. في هاي الحاله اذا انا كان في عندي كومبريشن رينفورسمنت ما بدخله فقط 15 سنتي، يجب ان يتم ادخاله ال دي سي اللي هو الكومبريشن ديفلوبمنت لينكث. وهي النقطة مهمة جدا، يعني لو كان المصمم بيستخدم compression reinforcement يجب أن يدخل داخل السبورت مسافة لا تقل عن ال LDC اللي هي ال compression development length. هاي مهمة جدا. وبرضو الرسم اللي على اليسار هو مشابه هاي بس مأخوذة من الكود ل ACI 19. تمام. هسا في عنا شرط بنطبقه احنا عند simple support والبوينت اوف انفليكشن عند القطعين هذول. هذا الشرط مهم جدا جدا. احيانا انت ممكن تضطر تغير الدايمتر للبار بسبب عدم استيفاء هذا الشرط. هذا الشرط بحكي لك عند القطعين هذول الديفلوبمنت لينكث اللي انت عمالك بتحسب عليه يجب ان لا يتجاوز القيمة هاي او القيمة هاي حسب هل هو confined ولا مش confined. حنتكلم عن هذا الموضوع ان شاء الله. لو انت ما حققت هذا الشرط انت مضطر انك if not satisfied bar diameter shall be modified. طبعا ال LA اللي في العلاقة هاي هي عبارة عن ال D ال effective depth او ال 12 diameter bar. طبعا هاي موجودة صور في ال ACI 19. احيانا بتلاقي انت، مش احنا في عنا كيرف احنا بنسميه المومنت diagram وفي الكاباسيتي دايجرام. المومنت دايجرام اللي هو الناتج الستريسز في المومنت الناتج عن الفورسز، لكن الكاباسيتي هذا بيعتمد على الحديد حديد وابعاد القطاع. فاحيانا انت بتلاقي انه المومنت دايجرام يتجاوز، خاصه عند مناطق السمبلي سبورتد يتجاوز الكاباسيتي دايجرام. فبالتالي احنا محكمين انه احنا نحقق هذا الشرط حتى نتجاوز هذه المشكله، ودائما نضمن انه الكاباسيتي دايجرام اعلى من المومنت دايجرام. هذا الشرط يتم تطبيقه في حاله السمبلي سبورتد وبرضه في حاله البوينت اوف انفليكشن
ال point of inflection، طبعا ال point of inflection هي النقطة اللي بينقلب فيها العزم من positive ل negative ومن negative ل positive. طبعا لاحظ هاي لو فرضنا ان النقطة هي ال PI، فعندي انا المسافة هاي كاملة احنا بنسميها ال embedment length. هاي المسافة يتم مقارنتها بالماكسيموم ال D. طبعا هاي المسافة انا بحسبها من وين؟ بحسبها من هذه العلاقات، والديفلوبمنت لينكس اصلا انا عندي للبارز، فبقارن فيما بينهم. لو كان الديفلوبمنت لينكس اقل من هاي المسافة اوكي، معناته انا مرتاح من هذه القضية اللي ممكن اواجهها، ولو كانت مش محققة فانا مضطر اغير الدايمتر. طيب هون في عندنا مثلا الاكزامبل رقم واحد، اكزامبل بسيط عندي انا. طبعا هون الاكزامبلز اللي انا طرحتها مأخوذة من كتاب اللي بيستخدم البي اس دايمترز مش المتريك، وبرضه اللي هتلاقي مثلا في بعض التحويلات انا حتى التزم في المثال وما اغير فيه. مثلا ما في عندي انا يلد سترينث 413 ونص او 414، لكن هذا تحويلة ال 60 كي اس اي او الجريد 60، وبرضه اف سي برايم عادة 28، لكن انا مشان التزم بارقام المثال وما اغير فيها اللي هو الميكانكس اوف رينفورس كونكريت بوك. طيب وهون في عندنا حتى لو انت جيت بدك تحسب مثلا، ما في عندي قطر انا 43 في المتريك، هاي عادة الأقطار موجودة في البي اس النظام البريطاني. وحتى لو انت جيت بدك تحسب الديمتر او عفوا الاريا لهذا البار، هتلاقيها مختلفة عن اللي انت هتحسبه، عفوا مختلفة عن الستاندرد اريا، لانه يعني مثلا لو رحت انت على الاكتشوال ديمتر ممكن تلاقيه مثلا 42 وليس 43، لكن ترقيمه 43. هاي بس مشان للي بيحل المثال يبقى يعرف انه في عنده حيطلع فرق في الارقام. في عندك انت توتال فاكتور لود 130 كيلو نيوتن على متر، وبحكي لك تشيك هذا الريكويرمنت. احنا لاحظ هون في عندي سمبلي سبورت، فبالتالي حشيك التيرم هاد اللي هو المضروب في 1.3. تمام، اول شيء خلينا نحسب الديفلوبمنت لينكث. طبعا هون بدنا نعمل مراجعة سريعة، إذا ذاكرين في معادلات الـ Development Length الموجودة في الـ ACI هو ذاكر لك عدة cases، مثلا إذا كان الديميتر أقل مثلا من 20 أعلى من 20 مثلا، بعد هيك بيعطيك مجموعة من الـ Requirements على الـ Spacing ما بين الـ Bars، على الـ Spacing ما بين الـ Stirrups. بس أنت تتأكد من هاي الـ Requirement تقدر تختار العلاقة اللي أنت تستخدم فيها حساب الـ Development Length. فالبار سبيسينج عرض العمود 400 ملي، مطروحا منه الكفر الخرساني، مطروحا منه الاستراب، مطروحا منه الديمتر للبار، ومطروحا منه احنا اقترحنا كل شيء. بيطلع عندي مثلا 194. تمام، السبيسينج اكبر من 2 دي، طبعا 2 ديمتر للبار اللي هي الاستربس، الكفر اكبر من الديميتر للبار. احنا الكفر اللي عندنا هون المستخدم في البيم 5 سنتي وليس 4 سنتي، اذا اكبر من الديميتر للبار، فبالتالي انا اخترت هذه العلاقه لحساب الديفلوبمنت لينكث. اعطاني ال دي بيساوي تقريبا 2 متر. طيب خلينا اشوف هل انا بحقق العلاقه هاي ولا لا. لازم احسب طبعا المومنت كاباسيتي والفي التيميت، المومنت كاباسيتي لهذا البيم والفي التيميت عند النقطه اللي انا بدي احسب فيها. طيب الام ان انا في عندي 2 بارز، هاي الاريا اوف ستيل الهم مضروبه في اليلد سترينث اللي هو طبعا الاير هو الدبث، الدبث للكومبرسيف ستريس بلوك، بيطلع عندي 128 ملم. بعوضه في قانون النومينال سترينث او النومينال فلكتشرال كاباسيتي بيعطيني 559، هاي قدره القطع على مقاومه العزم. وبالنسبة للفي التيميت هي اقصى، لان انا هحسب عند السبورت اللي انا حدرس هذه العلاقة عند السبورت. الفي التيميت الحمل مضروب في الطول على 2 بيعطيني قيمة الشير. اطبق في المعادلة ال 1.3. طبعا الام ان اصلا ثابتة على طول القطاع لانه البار هون عندي انا متصل. 1.3 مضروبة في الام ان النومينال سترينث على الفي التيميت زائد ال اي. ال اي حكينا عنها هي عبارة عن الديميتر للبار او 12، عفوا الديمتر لل effective depth او 12 ديمتر للبار، بتطلع حوالي 15 سنتي. اجمع بيطلع عندي 2180. اذا ال development length اللي عندي 2000، العلاقة لل embedment length هذا 2180. اذا انا محقق هذا الشرط ولا داعي لتغيير الديمتر.
إذا in case of not satisfying this requirement we have to change the diameter for this beam and recheck again. تمام. قبل ما ندخل على المثال الثاني في عندنا إشي إحنا بنسميه structural integrity and continuity requirements. هسا الكود فاصل ما بين ال structural integrity وما بين ال continuity requirements. لكن الاثنين أو الحالتين two cases بيخدموا في نفس الموضوع اللي هو to prevent أو some resistance to progressive collapse. علما إنه الالتزام باشتراطات structural integrity والcontinuity integrity ما بقدر أحكي أنا إنه المنشأ اللي عندي والله مصمم على إنه يقاوم progressive collapse. إذا فقط الكود أعطاك مجموعة من requirements حتى يحسن من النظام، حتى مثلا أنت لو انهارت عندك باكي مثلا ما ينتقل الانهيار الى اماكن اخرى، ما احنا نبتعد عن البروجريسيف كولابس. طيب طبعا في عندي انا مجموعه من الريكويرمنتس للبيم البيرميتر بيم وبرضه الانتيريور بيمز فريمينج انتو كولوم. شو المقصود في الانتجريتي او الكونتينيوتي؟ مثلا خلينا نحكي في الكونتينيوتي ريكويرمنتس، بحكي لك مثلا انه في حاله انت كان في عندك كونتينيوس بيم يجب ان لا ربع حديد التسليح البوزيتيف يجب أن يستمر إلى السبورت. إذن بحكي لك أقل شيء ربع حديد البوزيتيف يجب أن يستمر إلى السبورت. إذا كان simply supported إذن ثلث الحديد يجب أن يستمر إلى السبورت. وبحسب إذا أنت اللي عندك هل الجوينت اللي أنت بتدرسها هل هي continuous ولا end فقط. طيب بحكي لك هسا إذا كان البيم part of primary lateral load resisting system إذا كان جزء من نظام مقاوم للزلازل برضه يجب أن لا يقل كمية الحديد المتصلة باتجاه السبورت أو الممتدة إلى السبورت يجب أن لا يقل عن ربع قيمة حديد التسليح. وبرضه يجب أن يتم تحقيق الديفلوبمنت لينكث هون أو الأنكرج لينكث داخل السبورت. وبرضه هون يجب أن تكون الأسياخ متصلة continuous، وإذا طبعا أنت اضطريت أنك تفصل يجب استخدام tension lap splice وغالبا class B. لكن لاحظ في حالة أنه البيم ما كانش جزء من النظام المقاوم للزلازل يمكن الفصل عند السبورت ولا داعي لتحقيق development length عند الجهة الأخرى، فقط علينا مد السبورت 15 سنتي للداخل. أنا قاعد بحكي عمالي عن continuity requirement ما دخلت في integrity. برضو هون في continuity بحكي لك أنه بالنسبة top reinforcement ما لا يقل عن ثلث حديد التسليح اللي تم حسابه عند وجه العمود يجب أن يستمر بعد الانفليكشن بوينت أو البوينت أوف انفليكشن مسافة لا تقل عن هذه المسافات. إذا هذا الموضوع وين بيهمني؟ بيهمني في الباركت أوف. أنا لما أجي أقتطع مثلا أنا عندي ست أسياخ ثمان أسياخ ثمان أسياخ، معناته هون هو ملزمني إنه سيخين من الثمانية يجب أن يستمروا باتجاه السبورت، فأنا ما بجي مثلا باجي أقتطع أكثر من هيك. أنا أعطيتك مثال على ثمانية لكن ممكن يكون العدد 16 20 سيخ، فأنت بدك تعرف أنت كم أقل عدد أنت ممكن تخليه مستمر. تمام؟ يعني مثلا لو عندي أنا هون 16 سيخ ما بقدر أحكي والله من 16 هخلي سيخين فقط مستمر باتجاه السبورت، لأنه هو مقيدك أنه أقل شيء في حال كان continuous member ربع عدد الأسياخ اللي في البوزيتيف. هذا طبعا كاشتراط continuity. طيب بالنسبة للانتجريتي، الانتجريتي طبعا بتساعدك في حال انت حصل عندك انهيار في النظام اللي انت بتصممه ما ينتقل من مكان الى اخر، يعني يضل في عندك انت اتصالية في حديد التسليح اللي تمنع البروجرسيف كولابس او الانهيار المتتابع. طيب خلينا ناخذ هون مثلا الحالة، انت لو في عندك integrity reinforcement in perimeter beam، انا هذا في عندي بيم طرفي بحكي لك اول شيء انه يجب ان لا يقل عن سدس الحديد، سدس الحديد طبعا النيجاتيف يجب ان يكون متصل ما بين السبورت زي ما احنا ملاحظين، وبرضو الحديد العلوي والسفلي يجب ان يحقق الانكرج لينكث كامل، وربع الحديد البوزيتيف يجب أن يستمر باتجاه السبورت. تمام. إذا هذا بالنسبة للبيرميتر بيم.
طيب بالنسبة للانتيريور بيم، الانتيريور بيم او البيم الداخلي هو معطيك طريقتين لانك انت تحقق الانتجريتي، اما انك تستخدم كلوزد رينج، اما انك انت تستخدم كلوزد رينج للبيم زي ما احنا شايفين هون. هون هاي الصورة مشتركة، هون تم استخدام انتيريور بيم وذ كلوزد ترانسفيرس رينفورسمنت اوفر توتال كلير سبان. لاحظ هون ما اشترط اني احقق الانكرج، وبرضه هون سمح لي اني افصل الحديد، بس في حال هذا انا استخدمت ايش؟ رينجات كلوزد. في حال انا ما استخدمت كلوزد رينج، الحديد يجب ان يكون متصل، وبرضه يجب تحقيق الانكرج. هون برضه كان في الليكتشر اخذناها في مع الاي سي اي يونيفرسيتي، برضه شرحوا الموضوع هذا نفسه. هون بحكي لك كان في عندك بيرميتر بيم، البيرميتر بيم يجب ان يكون الحديد متصل، لو انت اضطريت انك تفصله يجب استخدام كلاس بي تنشن سبلايس. لاحظ الرينج يجب ان تكون كلوزد، سدس الحديد بما لا يقل عن 2 بارز، على الاقل 2 بارز يجب ان تكون مستمرة، تمام. وربع الحديد البوزيتيف بما لا يقل عن 2 بارز يجب ان تستمر باتجاه السبورت. ولاحظ انه الانكرج يتم تحقيقه للحديد العلوي والسفلي. طبعا احنا في معظم السايتس اللي احنا بنشوفها الحديد السفلي عادة ما بيتم عمله انكرج حتى البيرميتر بيم، وبرضه يوجد تجاوزات كثيرة في موضوع الكلوز رينج في البيرميتر بيم. طيب بالنسبة للانتيريور بيم هذا اوبشن رقم واحد، انك انت تعمل الحديد متصل، واذا اضطريت انك تفصل تستخدم كلاس بي تنشن سبلايز. ربع الحديد يجب ان يستمر باتجاه السبورت بما لا يقل عن 2 بارز، او عفاك من موضوع الانكرج وعفاك من موضوع الاتصالية هون زي ما احنا شايفين، بس بالمقابل انك انت تستخدم كلوزد رينج، كلوزد رينج على كامل طول البيم، تمام. اوكي نرجع لملف البي دي اف افضل. اوكي ماشي، ها طبعا هون خليني اعمل زوم، هذا ملخص الريكويرمنت ل انت كان في حال عندك بيرميتر بيمز ايش هي الانتجريتي رينفورسمنت ريكويرمنت. طبعا الانتجريتي جزء من تصميمك، يعني انت لما تخلص تصميم هاي العناصر لازم تشيك هاي الامور قبل ما انت تصدر لوحاتك الانشائيه. يعني احنا هون في نظام البلديه حاطينها احد الريكويرمنت اللي لازم تستوفيها انت عند تقديم اللوحات الانشائيه. البيرميتر بيمز لازم تحقق هاي الشروط اللي احنا شرحناها في الرسومات، الاذر ذان بيرميتر بيمز اللي هي الانتيريور بيمز. ولاحظ هون معطيك شرط انه بحكي لك اللونجيتيودنال ستراكشرال انتجريتي must pass through the region bounded by the longitudinal reinforcement in the column. هون ايش؟ لاحظ هاي الصورة، هاي برضو النص هذا موجود في الكود، انه يجب ان يكون حديد البيم اللي داخل في العمود ضمن الكور للعمود او ضمن قفص الحديد للعمود. لكن احنا بنشوف كثير تجاوزات في المواقع خاصة لما يكون قطاع العمود مساوي لقطاع البيم، بتلاقي انه جهة من حديد البيم خارج قفص العمود، فبالتالي هذا غير مقبول حسب متطلبات الاستراكشرال انتجريتي الموجودة في الكود. فلو انت قررت تعمل تيرمينيشن للبارز يعني سواء في عندك ستاندر هوك او ما شابه يجب ان يكون حسب هذا القطاع. لكن هاي المشكلة وين بتواجهنا؟ لما يكون عندك الكولوم عرضه نفس عرض العمود. وهون لاحظ بحكي لك يجب تحقيق الديفلوبمنت لينكس must be anchored لحديد تسليح جهة السبورت. طيب ملاحظة مهمة، طيب لو أنا قررت أو في عندي بيم وهذا البيم أنا قررت إني أعمل فيه بار كت أوف، تمام. إيش بحكي لك هون؟ أنت مش إحنا حنقص الحديد في مكان فيه بوزيتيف مومنت؟ يعني لو أنا جينا على الرسم اللي هون اللي موجودة هون مثلا، لو انا عند النقطة C اللي هي البوزيتيف مومنت وقطعت عند النقطة X، انا قطعت في منطقة فيها فلكتشرال ستريس، يعني في عند ستريس هون على البارز. فبحكي لك النقطة اللي انت قطعت عندها ممكن تسبب لك زيادة في عرض الكراكس، لانه في عندك انت تركيز للستريس خاصة انك قطعت البار فجأة، تمام. فبحكي لك هنا الكود حكى لك انه الفلكتشرال تنشن رينفورسمنت شال نوت بي تيرمينيتد، يعني انت ما بتقدر تقطعه الا اذا تحقق واحد من الثلاث شروط هاي.
يعني حتى انت وان قررت انك تعمل بار كت اوف، يجب ان يتم تحقيق شرط واحد من هذه الثلاث شروط. اول شرط، النقطه اللي انت قطعت عندها يجب ان تكون الفي التيميت يعني الشير عند تلك النقطه اقل من ثلثين الكباسيتي عند نفس النقطه. يعني عند نفس النقطه انا بحسب كم الفي التيميت وبشوف كم قدره القطاع عند تلك النقطه لاحقق هذا الشرط. غالبا احنا بنشتغل على الشرط ايه. طب لو ما كان محقق، اما اني انا بلغي القط بلغي الكت اوف او بزيد استربس حتى احقق هذا الشرط. الشرط الثاني بحكي لك انه هذا الشرط غالبا صعب تحقيقه، انه اذا كان في عندك انت دايمتر بار اقل من 36 اوكي بسمح لك انك انت تقطع البار، لكن بشرط انه الكاباسيتي للاسياخ المستمره تتجاوز ضعف الكاباسيتي او ضعف المومنت عند نقطه القطع. وهذا صعب يتم تحقيقه، لانه اوريدي احنا حسب ما نوضح في المثال حنقطع عند نقطه الكاباسيتي نفسها. طيب هون ايش بحكي لك، برضو انت ممكن تزيد استربس اضافيه تمتد على مسافه 3 على 4 دي، والمسافه ما بين هذه الاستربس لا تقل عن هاي المسافه، علما انه البيتا بي مثلا لو انت عندك 6 اسياخ قطعت 3 واستمر 3 فالبيتا بي بتساوي 6 اللي هي نسبه عدد الاسياخ المستمره الى الكليه ما قبل القطع، وهاي هي القيمه الدنيا للاستربس اللي انت ممكن تضيفها. بالنسبه لي انا بنصح ب الشرط A هو أفضل وأسهل شيء أنت ممكن تشتغل عليه. طبعا المكتوب هون هو نفس المكتوب هون، لكن أنا أخذت العلاقة من الكود 19 المترك. طيب خلينا هون نوضح إحنا مجموعة من الأفكار اللي تكلمنا عنها. برضو هون أنا بدي أوضح لنقطة في نهاية المثال اللي هي موضوع الستاندرد سكشنز اللي بيستخدمها معظم المهندسين، انه مثلا التوب رينفورسمنت L باي 3 L باي 3، البوتم رينفورسمنت 0.1 من السبورت 0.1 او 0.2 من السبورت. هاي علي انا ملاحظ حاطة عليها ملاحظة، لكن في النهاية انا في عندي بيم هون الخرساني قوتها 21 ميجا باسكال، جريد 60 414 ميجا باسكال تحويلة جريد 60، ومعطيك كم الديد لود وكم اللايف لود، ومعطيك كم اللي هي الكروس سكشن سواء كستربس وسواء كحديد سفلي وكحديد علوي. طبعا لاحظ انا في عندي بيم وممتد منه كانتليفر طولها 3 متر و65 سنتي. اول شيء طبعا تبعا للاحمال انا ححسب 2 كيسز اوف لودينج. الكيس الاولى اني اطبق كل الاحمال على الجهه على السبان اللي 7 متر و66 سنتي، والديد لود فقط على الجهه الكانتليفر، وهون احطبق العكس. وفي كل مره انا ححسب ايش، ححسب الشير دياجرام والبندنج مومنت دياجرام والشير دياجرام والبندنج مومنت دياجرام. في البوتوم ستيل حتعامل مع الكيس لودينج الاولى، في التوب ستيل حتعامل مع الكيس لودينج الثانيه. طبعا لاحظ الفرق هون، يعني هون لو انت ما اخذتش الكيس اوف لودينج ممكن ما تلمح الفرق ما بين او تلمح الزياده في النيجاتيف رينفورسمنت، فيفضل في هيك حالات انك تاخذ انت الكيس اوف لودينج لللايف لود. المهم مش موضوعنا لهذه المحاضرة، لكن انا حاخذ هاي الكيس للنيجاتيف رينفورسمنت وهاي الكيس للبوزيتيف رينفورسمنت. طيب اذا هاي الخطوة رقم واحد اللي هو calculate the maximum positive and negative moment by studying different load cases. step number 2 locate flexural cutoff for positive. اول شيء حنبدأ احنا في البوزيتيف مومنت reinforcement من loading case رقم واحد. طيب انا كيف حبدأ، كيف حابدأ الكت اوف؟ اول اشي احنا نرجع للقطاع اللي عندنا. القطاع اللي عندنا موجود فيه اربع اسياخ، عندي سيخين 25 وسيخين 29. خليني افترض اني انا بدي اكمل السيخين 29 واقطع السيخين 25، لانه هذول الاربع اسياخ مطلوبين وين؟ مطلوبين فقط عند الماكسيمم، عند الماكسيمم مومنت، لكن بعد الماكسيمم مش مطلوب كامل الكمية. طب لو أول شيء شو عملنا؟ إذا ذاكرين في محاضرات الستاتيك إحنا كنا نعمل معادلات لمنحنى البندنج مومنت دياجرام بدلالة إكس. فهون أنا عملته بدلالة إكس أعطاني علاقة بتمثل لي هذا المنحنى.
طيب هاي العلاقة شو حستفيد منها؟ حبلغك ايش حنستفيد منها. طيب احنا قلنا في عندنا 4 بارز، لو انا قطعت ال 2 فاي 25 اللي حيستمروا كم؟ 2 فاي 29، ما حكينا هاي طبعا ديمتر في النظام البريطاني. طب خليني احسب المومنت كاباسيتي للقطاع على البارز المستمرة فقط. لو انا حسبت المومنت كاباسيتي حيعطيني 234 كيلو نيوتن في متر. طيب لو انا رجعت عوضت المومنت كاباسيتي هاي في هاي المعادلة، حيعطيني المسافة اكس اللي بتتقاطع مع المنحنى عند ال 234. فلو انت حليت هاي المعادلة حيعطيك مرة اكس بتساوي متر و40، مرة اكس بتساوي 5 متر و95 اللي هي عند النقطة هاي والنقطة هاي. ايش بمعنى انه عند النقطة هاي والنقطة هاي المومنت اللي من المنحنى بيساوي انه الديزاين كاباسيتي للقطاع في حالة انا خليت فقط ال 2 فاي 29 هم اللي كملوا زي ما احنا ملاحظين عند النقطة اف وعند النقطة اي. اذا انا كأني افترضت انه عند النقطة اي حخلي حقطع 2 بارز اللي هم ال 2 فاي 25 وحكمل ال 2 29، وهون حقطع ال 2 25 وحكمل ال 2 29. هذا احنا اللي بحكي عنه انا ثيوريتيكال كت اوف بوينتس، لسه ما عملنا حاجة. الخطوة الثانية ححسب الديفلوبمنت لينكث للقطرين اللي هم ال 25 وال 29 زي ما تكلمنا سابقا. طبعا عرض البيم هون هو 30 سنتي، 30 سنتي مطروحة منه الكفر، مطروحة منه الاسترابس، مطروحة منه الأربع بارز اللي هم ال 25 وال 29، حيعطيني 31. ال 31 أكبر من الديمتر للبار، والاسترابس سبيسنج اللي أنا مستخدمها أكبر من المينيمم سبيسنج، والكونكريت كفر أكبر من الديمتر للبار. إذا أنا ممكن أستخدم هذه المعادلة. هاي المعادلة بتعطيني إنه الديفلوبمنت لينكث للبار هو تقريبا 53 الديمتر بار. إذا بيعطيني الديفلوبمنت لينكث للقطر ال 25 حوالي 1300 مليمتر، وللقطر ال 29 1500 مليمتر. طيب إذا حسبنا الديفلوبمنت لينكث. طيب خلينا نبتدي نقطة نقطة. أول شيء نبتدي من عند النقطة F. شايفين هاي الثري تشيكس؟ هاي حأعملهم عند كل نقطة. أول شيء مش احنا حكينا في اشتراطات للكونتينيوتي وفي اشتراطات للانتجريتي؟ طب هون بحكي لك حسب هاي الاشتراطات ثلث حديد البوزيتيف يجب ان يستمر داخل السبورت على ان لا يقل عن 2 بارز، على ان لا تقل عن 2 بارز. طب اذا انا اللي عندي اصلا 2 بارز وفعلا ثلث كمية التسليح أقل من 2، إذا أنا محقق هذا الشرط. إذا 2529 bars must extend inside the support 15 سنتي. طيب الإفكتيف شير مش إحنا حكينا بعد ما نقطع عند الثيوريتيكال بوينت لازم أمد السيخ مسافة لا تقل عن دي أو 12 دي بي، إذا يجب أن مد السيخ مسافة 53.7 سنتي. لاحظ لو انا مديت هاي الـ 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 النقطة الأولى احنا بنسميها F، النقطة الثانية بعد ما عملت الاكستنشن F برايم، هون النقطة E بعد ما مديت الإفكتيف شير بيعطيني E برايم، هيك احنا حنلتزم في هذه النقاط. طب تشيك اوف انكرج، إذا ذاكرين احنا في الصورة الموجودة في الكود أي بار أنت بتقطعه، اي بار انت بتقطعه مثلا كان عند النقطة اكس يجب مده ال A اللي هي الدي او 12 دي بي، وبرضه المسافة من السي حتى نهاية البار يجب ان لا تقل عن الديفلوبمنت لينكث، وهذا اللي احنا عمالنا بنحمله هسه. اذا حسبت انا المسافة من الماكسيموم مومنت الى نقطة الاف برايم طلعت المسافة 278 سنتي. الديفلوبمنت لينكث انا عندي للقطر ال 25 اللي انا قطعته هو حوالي 1300 ملي، اذا انا محقق الشرط. تمام انا عمالي بشتغل عند النقطة اف طبعا. اذا النقطة اف انا بقدر عندها اقطع ال 2 فاي 25 زي ما احنا ملاحظين، زدنا ال 12 دايمتر والافكتيف ديبث ايهما اكبر،
بعدين حققنا المسافة هاي كاملة على أن لا تقل عن development length. طيب هسا مش أنا في عندي 2 bars مستمرة اللي هي 2 phi 29، خلينا نشوف حالتهم عند السبورت. إذا ثلث الحديد البوزيتيف must continue inside support but not less than 2 bars، احنا محققين هذا الشرط عند النقطة G لأنه فعلا التو bars اللي أنا حكملهم لا يقل عن ثلث كمية التسليح الموجودة في البوزيتيف، يجب أن يدخلوا داخل السبورت مسافة 15 سنتي اللي هي النقطة G. الجي هاي بعد ما اني امد ال 2 فاي 29 مسافة 15 سنتي. طيب هون هل لازم انا اشوف اعمل تشيك على الافكت اوف شير؟ طبعا لا. ليش؟ لانه انا فصلت الحديد البوزيتيف عند السبورت، هون ما في عندي زي الماكسيمم مومنت، انا اضطريت اعمل هذاك الكلام لانه في عندي لسه انا لما قطعت الاف عند النقطة الأولى كنت أنا لسه بقع ضمن نطاق الفلكتشرال ستريس، لكن هون أنا خارج نطاق الفلكتشرال ستريس فما في داعي أن أحقق هذا الشرط. طب لازم أحقق الشرط تبع الأنكرج اللي هو وين موجود؟ موجود هون اللي هو هون، نشوف إذا هون واضح انه بعد ما انا اقطع الحديد البوزيتيف يجب ان لا تقل المسافة من نقطة القطع حتى نهاية البار اللي داخل السبورت عن ال دي، وهذا اللي انا حشيكه. النقطة جي هي اللي هي تشيك انكرج. شو التشيك انكرج؟ اللي هي المسافة من الاف برايم للجي برايم، هاي المسافة يجب أن لا تقل عن الـ development length. طب إحنا لو قسناها هون حتى المرحلة الحالية، المسافة من الـ عفوا من المسافة من الـ F برايم للـ G، إحنا لسه ما جيناش على الـ G برايم لأنه إحنا هاي عملنا، إحنا شو عملنا؟ جبنا الحديد اللي في الـ positive اللي هم 2 bar 29 ودخلناهم داخل السبورت 15 سنتي حسب متطلبات الكود. إذا المسافة من الـ F برايم للـ G هي تقريبا متر 28 سنتي، لازم لكن حسب الكود المسافة الـ F برايم والـ G يجب أن لا تقل عن الـ LD اللي هي المسافة ما بين الـ Actual Cut Off Point حتى نهاية السيخ الممتد داخل السبورت، يجب أن لا تقل عن Development Length. طب احنا Development Length للبار الـ 29 هي 1540، والمسافة من الـ F برايم للـ G 1280، إذا أنا مش محقق الشرط هذا في هاي الحالة لازم أرجع أزيد طول السيخين ال 29 من جي لجي برايم حتى احقق الديفلوبمنت لينكث. اذا لاحظ ترتيب الخطوات، ممكن انت تتشوش في هذا الموضوع لكن لو عدت المحاضره على مهل حتفهم الخطوات هاي وحتقدر انت تستوعب الموضوع. انا عمالي بدرس نقطه نقطه. اذا حسب الكود المسافه من الاف برايم للجي يجب ان لا تقل عن ال دي، لكن انا ما حققتها فبالتالي رجعت زدت السيخين. فبالتالي احنا بنسمع كثير انه خلص مثلا البارز اللي في البوتوم دخلها داخل السبورت 15 سنتي. لا طب ما احنا هون دخلناه 15 سنتي لكن شرط الانكرج ما تحقق اللي هو من الاكتوال كت اوف بار حتى نهاية البار بعد ما دخلته داخل السبورت ما تحقق، فبالتالي اضطريت انا ارجع ادخله مسافة اضافية. طيب هسا برضو هنا في عندي نقطة inflection point، مش أنا في عندي في العزم في عندنا شرط حكينا عن inflection point. لاحظ أنا هون في عندي inflection point اللي هي البي آي اللي شرحناها مسبقا. هاي كيف ممكن أنا أوجدها؟ الموضوع سهل. عند هاي النقطة العزم بيساوي صفر، فأنا لو عوضت في المعادلة اللي احنا استنتجناها سابقا بدلالة x صفر حتعطيني x بتساوي 7 متر و35. اذا طبعا احنا كان عندنا النقطة 0 0، هذه النقطة 7 متر و35 اعطاني الانفليكشن بوينت اللي هي هون. تمام، عند هاي النقطة كم قيمة ال V ultimate من الشير ديجرام؟ 206. وكم قيمة النومينال سترينث للمومنت؟ احنا اصلا في عند هذا القطاع عدد البارز الموجودة في القطاع هي الفاي 29 2 فاي 29، فلو حسبنا الكاباسيتي لهم
زي ما حسبنا في المثال السابق، بس هون ما ضربنا في 1.3. ليش؟ لأنه هذا مش simple support، مش end support، هذا عبارة عن interior support. الأمن على الفي ألتيميت زائد ال A طلعت 1799. طب ال development length للفاي 29 هو 1540، إذا أنا أقل من هاي المسافة، إذا هذا الشرط متحقق. طبعا تتخيل لو أنت طلعت عندك هاي المسافة أقل من ال LD، أنت مضطر تقلل الديمتر لل 29، ممكن تزيد مثلا تخليهم 4 فاي تشوف الديمتر أقل من الديمتر لل 29. إذا لاحظ عند النقطة G إحنا فعليا شيكنا الاكستنشن للبار، قديش اقل عدد قضبان يجب ان تدخل داخل السبورت، وكم المسافه اللي لازم تدخلها 15 سنتي. بعدين رجعنا شيكنا الانكرج اللي هي ال دي، ورجعنا شيكنا بعد هيك اللي هو الانكرج ات بوينت اوف انفليكشن اللي تكلمنا عنها مسبقا. اذا بعد ما خلصنا هاي المنطقه خلينا نرجع للنقطه اي، وهنا في عندنا فكره مهمه جدا. طيب ايش هي؟ اتاكد بس انه لسه بسجل. اوكي، النقطة E هي النقطة الأولى اللي احنا قطعنا عندها، اللي كانت اللي هي theoretical cut off point. طيب مش احنا حكينا ال effect of shear، بما ان انا هنا لسه في البوزيتيف، عند البوزيتيف مومنت لازم ازيدها اللي هي 53 سنتي، اذا ذاكرين اللي حسبناهم من ال 12 دي بي او ال effective depth، ودتني من ال E لل E برايم. اذا ال E برايم هي بعد الزيادة. طب التشيك للانكرج اللي هي من الماكسيمم بوزيتيف مومنت حتى الاي برايم، هاي المسافه يجب ان لا تقل عن الديفلوبمنت لينث للبار ال 25، واحنا اوريدي المسافه عندنا هون 280 سم تقريبا، 285 سم، والديفلوبمنت لينث تقريبا 130 سم، اذا انا محقق هذا الشرط. طيب خلصنا النقطه اي اللي هو البار 2525. طب خلينا نكمل هسه عند النقطة دي. النقطة دي هي الأسياخ المستمرة اللي هي 2529. رجعنا برضو شفنا هنا ثلث الأسياخ اللي في البوزيتيف يجب أن تستمر داخل السبورت، احنا هذا الشرط محققينه، مشان هيك أنا شرحت لكم موضوع الانتجريتي والكونتينيوتي، ولازم تدخل داخل السبورت 15 سنتي. طب ما فيش مشكلة نزيد ال 15 سنتي، لو افترضنا أنه ال 15 سنتي متاحة، الافكتيف شير هل احنا لازم نحققه؟ طبعا لا، لانه هنا ما عندي بوزيتيف مومنت. طب هسه المشكله وين؟ تشيك اوف انكرج، احنا مش حكينا المسافه من الاي برايم الى الدي زي ما عملنا ما بين الاف برايم والجي، هنا برضو بين الاي برايم والدي يجب ان لا تقل عن ال دي. طب خلينا نشوف هون الاي برايم والدي المسافه بيناتهم متر، لكن الديفلوبمنت لينكس كم؟ متر ونص، اللي هي لقطر 29. إذا هذا الشرط عندي مش محقق. طب في هاي الحالة شو أعمل؟ عندك أكثر من حل، إما إنك تزود البيم باتجاه اليسار حتى إنك تأمن المتر ونص، يعني بدك تزيد من هون نص متر، غالبا هذا مش براكتيكال، إما تعمل هوك مشان تحقق الديفلوبمنت لينكث. يعني لاحظ هون اضطرينا إحنا ممكن نطرح خيار إنه نحقق الهوك بس مشان أحقق هذا الشرط، ممكن تغير الدايمتر لبار أقل، ممكن اصلا ايش تعمل؟ انت تلغي شرط الاي برايم الكت اوف هون، يعني خلص احنا بدل ما نقطع عند الاي برايم نمد الحديد بالكامل. اذا لاحظ انه الموضوع مش بالسهوله اللي المهندسين بيتخيلوها. يعني هون انا مثلا لانه ضرب عندي شرط مضطر اني اخذ اجراء، اما اني اصلا الغي عمليه القطع واكمل حديد التسليح كلياته، يعني ما اعمل كت اوف عند الاي برايم، كله باتجاه الدي، او اني اكبر القطاع او اني استخدم ديامتر اقل. So extend all four bars past support as shown. طيب هون بحكي لك check هسه anchorage at point of inflection، هاي النقطة لازم تنزل تحت. هون ليش نفس الاكزامبل اللي شرحناه سابقا، حسبنا المومنت كاباسيتي عند النقطة اللي على اليسار اللي هي simply supported، لكن هون الام ان ضربناها في 1.3 مش زي الانتيريور سبورت، طلعت برضو عندي محققة، هذا الشرط متحقق. اذا لاحظ احنا كل اللي عملناه هذا فقط لحديد البوزيتيف، خلينا ندرس حديد النيجاتيف. وهنا في يعني افكار حلوة انا بحبها في هذا المثال. اول شيء اخذنا منحنى العزم من الكيس لودينج الثانية، تمام؟
الأمر الثاني، عملنا معادلات زي ما عملناها في البوزيتيف. هون المعادلات عندي لمنطقة الكنتليفر معادلة، ولمنطقة الانتيريور سبان هذه معادلة، أو الـ one end continuous span هاي معادلة، اللي هو from A to B اللي هي A to B، from B to C اللي هي المعادلة الثانية. طيب برضه هون نفس الاشي، انا هون في عندي 2 فاي 25 2 فاي 29 حسب المثال، بدي ارجع افترض ان انا بدي اقص ال 2 فاي 25. اذا انت اللي بتفترض من البدايه، حسبنا الفاي ام ان طلعت 234، رجعنا عوضنا في هاي المعادلات، وجدنا انه هاي الثيوريتيكال كت اوف في الاولى وهاي الثيوريتيكال كت اوف في الثانيه، بمعنى انه انا ما بعد ال 234 هاي مش محتاج الاربع سياخ كلهم، لكن برضه لازم اشيك هل انا فعلا قادر اني اعمل كت اوف ولا لا. طيب هون طبعا مع بعد ما عوضت في المعادلات، اعطوني اسقاطات النقاط اللي هي الجي والكي. حسبنا الديفلوبمنت لينكس اللي احنا اصلا كنا حسب بس هون انتبه، هون ضربنا الديفلوبمنت لينكس في 1.3. ليش؟ انه هذا التوب ستيل، وانت عارف انه في الكود ذاكر لك انه اذا كان في عندك توب ستيل والخرسانه اللي تحتيه اكبر من 30 سنتي، فبالتالي يجب اني اضرب انا في 1.3، فهون الديفلوبمنت لينكس زاد. طيب خلينا ندرس النقطة جي بالاول. نفس الاشي حنقطع الـ 2 فاي 25، الافكتف شير كوني انا في منطقة النيجاتيف مومنت لازم ازيد الـ 53.7 اللي حسبناهم في الاستبات السابقة. اذا من جي لجي برايم، تشيك الانكرج من منطقة الماكسيموم نيجاتيف مومنت الى الجي برايم يجب ان لا تقل عن ال دي. تمام، احنا هون عندنا ال point of stress exact distance is 2.6 اللي هي المسافة، وال ال دي 1.7. اذا احنا محققين الشرط هذا، احنا للان عند الجي برايم، اذا هون ما عندنا مشكلة. طب الافكت اوف اتش، احنا لسه بنكمل هسه، احنا خلصنا هاي النقطة، لكن هسه في عندي اسياخ مستمرة، نشوف النقطة اتش. هل انا لازم اخذ افكت اوف شير؟ طبعا لا. تشيك انكرج، طبعا اكيد يعني المسافة من الجي برايم للاتش اكيد يعني ابسوليوتلي اكبر من ال دي، اذا هذا الشرط متحقق. طب الكت اوف عند الكي، هون لاحظ هون في عندنا افكار حلوه. الكي طبعا لازم نزيدها ل 53 سنتي اللي حكينا عنهم مسبقا للكي برايم. طيب لاحظ هون اكستند بار ال دي ديستنس فروم ماكسيمم بوينت اوف ستريس، سو اكزاكت ديستنس از 1.24 which is smaller. بيحكي لك هون انه المسافه من الماكسيمم مومنت الى الكي برايم هي 1.2، والديفلوبمنت لينث هي 1.7 للفاي 25. اذا انا هذا الشرط مش متحقق عند الكي برايم، اذا لازم ازيد الحديد العلوي اللي هم الفاي 25، بدل ما اقطعهم عند النقطه كي برايم لازم اقطعهم عند الكي دبل برايم حتى اني اوفي ال دي. فبالتالي انا نقطه القطع اللي حقطع عندها البارز هي مش الكي ولا الكي برايم، هي الكي دبل برايم. طيب نكمل عند النقطة L اللي هم الأسياخ المستمرة العلوية اللي هي 2 فاي 29. الإفكت أوف شير نو نيد، لأنه إحنا أصلا النيجاتيف مومنت هنا خلاص انتهى. التشيك أوف أنكرج، الأنكرج اللي هي من الكي دبل برايم حتى المسافة L. لاحظ هون بقول لك إكستند بارز ال دي ديستنس فروم كي برايم، نوتس ذات ذيس ديستنس 1.88، شوف إذا شيء واضحة اللي هي هاي من الكي دبل برايم حتى نهاية الأسياخ الـ 2529 هي 1.80 سنتي، والديفلوبمنت لينكث مترين، إذا هاي المسافة غير كافية، يعني المسافة من هون لهون غير كافية. طبعا مستحيل إني أنا أزيد طرف الكنتيليفر، هذا حل أبدا مش منطقي، أو أقلل الدايمتر للبارز، أو أحكي ألغي موضوع إنك تقطع البار عند الكي دبل برايم وخلص الحديد العلوي كله يستمر للأخير. يعني هون انت ممنوع انك تقطع لانك مش محقق الشرط، لكن احنا بنشوف في كثير من اللوحة الانشائية اي بلكونة اي كنتيليفر ايا كان بيحكي لك وقف البار عند ثلث القطاع وخلاص، ما بشيك المسافة المتبقية هل هي اكبر من ال دي ولا لا. اذا هون احنا اضطرينا يعني لغينا فكرة القطع كاملة بسبب عدم استيفاء اللي هو الانكرج ليميتيشن. طيب خلصنا احنا هسه
للبوزيتيف ستيل وللنيجاتيف ستيل. اذا ذاكرين كان في عندي شرط هون اللي هو هذا اللي حكينا عنه، انه اصلا انا حتى اقطع يجب استيفاء احد ما يلي. فاحنا قلنا اذا ما استوفينا الشرط A حنزيد استربس. فاحنا نشوف هسه هل احنا محتاجين نحط كانات اضافية عند مكان القطع ولا لا. يعني بالتالي هسه احنا اللي حيحصل انه نقطة الجي برايم هي النقطة اللي حقطع عندها حديد ال 25 وخلي ال 29 يستمروا للآخر. هون مش حقدر اقطع، حيستمر الحديد كله بالكامل. هون الجي برايم هو الحديد البوتوم حيستمر لحد نقطة الجي برايم، وهي برضو نقطة مهمة جدا. الاف برايم هي النقطة اللي انا حقطع عندها حديد البوزيتيف. هون حكينا مش حقدر اقطع، هون حيستمر كل الحديد الاخر. طيب حتى نشوف احنا هل فعلا عند نقاط القطع الفي التيمت اقل من ثلثين الكباسيتي ولا لا. اول شيء خليني احسب الكباسيتي للقطع. الكباسيتي للقطع هي جاي من الخرسانة زائد الحديد، والكانات على حسب معطيات السؤال هي متصلة. فبالتالي لو طبقت انا على المعادلة حيعطيني انه الكباسيتي للقطاع 189 كيلو نيوتن، ثلثين القيمة 126. طيب خليني احنا نيجي ندرس نقطة نقطة. خلينا نشوف عند الاف برايم كم قيمة الشير؟ 154، ثلثين الكباسيتي 126، اذا انا محتاج كانات اضافية هون، محتاج كانات اضافية هون. عند الجي برايم فيش مشكلة انه قيمة الشير صغيرة بسيطة. إذا هون لاحظ أنا عندي مشكلة عند الاف برايم، هي غالبا بس عند الاف برايم، لكن عند النقاط القطع الثانية اوريدي قيم الشير صغيرة. فبالتالي أنا هون عندي محتاج مني كانات إضافية. إذا modify the design for the stirrups to increase VS. إذا عند النقطة الاف برايم اللي احنا تكلمنا عنها لازم أنا أحط كانات إضافية هون حتى احقق الشرط، لانه هون عندي الكباسيتي 100 ثلثين الكباسيتي 126 والشير هي 154، ففي عندي في فرق، فلازم اضيف كانات اضافيه. عند النقطه الجي برايم حكينا ما في داعي لانه اوريدي قيم الشير صغيره، فاحنا حنفترض انه هون نو مور ستربس ريكويرد. كيف حنحسب الاستربس؟ بنحسب هو بالنهايه شو عمل في السؤال، معطيك كان كل 25 سنتي. هو افترض لو خليت انا في مكان الجي فقط، هي المفروض هون تنحط الكانات، بس هو حط على كامل المسافة هاي، هي المفروض تنحط فقط في مكان الكت اوف. المهم افترض انه كان كل 15 سنتي، حسب الفي اس، رجع لمعادلة الفاي في ان، ثلثين القيمة طلعت 224. اذا انا محقق. اذا بحكي لك الكانات يجب ان توضع at cut off point and extend the distance toward the maximum positive moment. يعني المفروض انا من الكت اوف بوينت هون باتجاه البوزيتيف هون مسافة دي، لكن هو حطها في المسافة هي كاملة كعامل أمان إضافي. طبعا لاحظ الموضوع مرهق، لكن هو كونسبت مهم جدا جدا جدا. طيب التعليق اللي أنا كنت أشرت إله، معظمنا إحنا بيستخدم هاي السكاشن اللي هي السكاشن تيبيكال. طب خلينا نقرأ إحنا. بحكي لك هسه إنه هاي السكاشن لما تم إيجادها كان بناء على افتراضات. ايش الافتراضات هاي؟ اول فرضية كانت انه تستخدم ل 2 or more spans، تمام؟ طيب الشغلة الثانية، يجب ان يكون اللود يونيفورم لودينج، تقريبا السبانات يجب ان تكون متساوية. الفاكتورد لايف لود اقل من 3 اضعاف الفاكتورد لود، ومعطيك اشتراطات على البيم، معطيك اشتراطات على السبان. وبرضه هون في مهم جدا، don't apply these sections to beam framing part of primary lateral load resisting system. لو كانت البيمز عندك والبيمز ضمن نظام مقاومة للزلازل ما بتقدر تستخدم هاي السكاشن، لانه هاي تقريبية بحتة. وبرضه احيانا بيحصل عندك مشكلة انه البوينت 3 ال ان للحديد السفلي ما بتغطي الديفلوبمنت لينكس المطلوب للحديد العلوي، عفوا للحديد العلوي، البوينت ال 3 ال ان للحديد العلوي ما بتحقق ديفلوبمنت لينكس، وخاصة انه مضروب في 1.3، خاصة للسبانات القليلة. اذا انا بالنسبة لي للشغل الصغير البسيط اوكي ممكن نعتمد على هاي الرسومات او هذه الستاندرد سكشنز، لكن انت احيانا بتمر عليك مثلا بوينت لودز، لودز مش متساوي في البلاطات، بلاطات كبيرة متصلة في بلاطات صغيرة، فهي الحالة انت مضطر انك تدرس الكت اوف. زي ما احنا ملاحظين السكشن النهائي هون البار اتصلت للاخر كاملة،
هون البار العلوي ما قدرت اعمل بار كت اوف، علما انه في كثير لوحات انشاء احنا بنشوف انه فعلا بيتعمل كت اوف بدون ما يتم تدقيق هذه النقطه. وبرضه هون اضطريت انا انه ازيد البوتوم رينفورسمنت داخل السبورت مسافه معينه حتى احقق شرط الانكرج اللي احنا تكلمنا عنه. اتمنى تكون محاضره مفيده. اي نعم طويله، نعتذر فيها عن الاطاله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.